السلام عليكم. التيدلرز أو الأطفال الدارجين يلي بيكون عمرهم ما بين 1 و3 سنوات بيبقوا يتنقلوا في المنزل ويستكشفوا الأشياء يلي ممكن يتعرضوا إليها. هن 3 أشياء. الشيء الأول هو عبارة عن الحبوب يلي ممكن يأخذوها الكبار وينسوها على الطاولة، ولذلك ممكن الطفل يجي يأخذها. الحل هو أنه بأقرب فرصة نحاول أنه الطفل يتقيأ. أسرع شيء للإقياء أنه نجيب كأس من الماء صغير ونحط فيه ملعقة ملح صغيرة وملعقة سكر صغيرة ونحركهم بكأس هالماء ونشربه للطفل ونحرض عنده الإقياء. فإذا كان تقايق كتير كويس، وممكن ننقله على مركز قريب أنه يشوف بقي شيء من المادة السامة أو ما بقي. المادة الثانية الخطرة على الطفل هي المنظفات أو الكلور أو كل ما يستخدم في المطبخ والحمام. في هذه الحالة لازم ترك هاي الأشياء بعيدة عن الطفل في رفوف عالية، ولازم ما نحط المنظفات بعبوات تشبه الماء، حتى الأطفال ممكن اللي أكبر سن يظنوها ماء ويشربوها. بهالحالة هي لو طفل تناول الكلور أو أي شيء من المنظفات ممنوع الإقياء، ممنوع الإقياء، ولكن فقط من شربه قليل من الحليب أو قليل من الماء حسب المتوفر، وننقله إلى أقرب مشفى ونسعفه. الصنف الثالث من المواد هو المشتقات البترولية مثل الكاز والمازوت، أو بسموه الكاز الكيروسين أو المازوت أو البنزين. ممكن في بعض ناس يجيبوهم مشان بغرض التنظيف، وبيجوا بيحطوهم كمان بعبوة تشبه عبوة الماء، فبيجي الطفل بيظن ماء وبيشربها. في هذه الحالة مهما كان عمر الطفل ممنوع الإقياء، ممنوع تحرض له الإقياء، ممنوع تشربه ماء، ممنوع تشربه حليب، صيام تام، ونقله بسرعة شديدة إلى أقرب مشفى ممكن أنه يقدم له الخدمات. مع الأسف الشديد معظم الحالات اللي شفناها بهيك مواضيع تسممات الأطفال هي بسبب إهمال الأهل، أنه بيتركوا الحبوب بمتناول الطفل، أو مثلا غيروا بطارية بدل ما يرموها فورا بيتركوها على الطاولة، بيجي الطفل بيكون فرحان بحاله عم يستكشف ففورا بياخدها. وفي بعض ناس كمان بيحطوا المواد المنظفات وهيك أشياء في والكاز ومشتقاته وهيك أشياء بغرض التنظيف، بيحطوها بعبوات الماء أو العصير، وهي بتخدع الطفل وبتخليه يظن أنه هيك ويشربها. فلازم تنتبهوا كتير كتير من هالناحية هي. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم.